يبحث العديد منا عن أخبار المشاهير وآخر أعمالهم. ومن بين أهم المسلسلات العربية أكيد سيكون مسلسل باب الحارة. يعد هذا المسلسل من أبرز المسلسلات العربية، تدور أحداثه في عشرينات القرن العشرين. أنتج الجزء الأول منه عام 2006. ستشاهدون في هذا الفيديو زوجات وعائلات أبطال مسلسل باب الحارة. ستنصدم من زوجة أبو بدر. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله، لنبدأ الفيديو. زوجة معتز، اسمه الحقيقي وائل شرف وعمره اليوم 45 سنة، متزوج من خلود الصوى، عام 2003، ولديه ابن وابن هما ليمار وجود. زوجة العقيد أبو شهاب، اسمه الحقيقي سامر المصري وعمره اليوم 53 سنة، وتعتبر الممثلة السورية المعتزلة نيفين عزام هي زوجته الثانية. لديه ولدان هما عمر سامر وورد المصري. النمس، اسمه الحقيقي مصطفى الخاني وعمره الحقيقي 44 سنة. اسم زوجته هو السيدة يارا الجعفري ابنة بشار الجعفري. زوجة عصام، اسمه الحقيقي ميلاد يوسف وعمره اليوم 47 سنة، ولد الفنان السوري ميلاد يوسف من زوجته يوري ولدين هما ماركوس وفيديل. وقد صرح في أكثر من لقاء تلفزيوني أنه يفضل إبعاد أسرته عن أضواء الشهرة. زوج سعاد، اسمه الحقيقي صباح الجزائري وعمره اليوم 68 سنة، متزوجة من رباح الطقي وأنجبت منه 3 أبناء، بنتين وولد، هما رشا ممثلة ومخرجة وكرم وطرف الطقي. زوجة أبو عصام، اسمه الحقيقي عباس النوري وعمره اليوم 70 سنة، وهو متزوج من السيدة عنود خالد وهي مؤلفة وكاتبة مسلسلات سورية. أنجبت للفنان عباس النوري 3 أولاد وهم رنيم وميار وريبان. أبو قاسم، اسمه الحقيقي أيمن بهانسي وعمره اليوم 75 سنة. الفنان أيمن بهانسي متزوج من خارج الوسط الفني ولديه 3 أبناء، توأم سامر وسومر، ويبلغان من العمر 43 عاما، والثالث يصغرهم ب10 أعوام هو فريد، وجميعهم متزوجون ولديه أبناء. أم زاكي، اسمه الحقيقي هدى الشعراوي وعمرها اليوم 84 سنة. اسم زوجها هو عبد الرحمن بشر. أبو بدر، اسمه الحقيقي هو محمد خير الجراح وعمره اليوم 58 سنة. رفيدة إبراهيم باشا سمير هي زوجة الفنان السوري محمد خير الجراح، تزوجت منه عام 1990، حيث تعرفت عليه في آخر عام دراسي لها بالجامعة. دلال، اسمها الحقيقي أناهيت فياض عمرها اليوم 39 سنة، متزوجة من مثنى غرابية وزير الاقتصاد الرقمي وريادة في الحكومة الأردنية السابقة. منذ سنة 2007 ولديهما طفل واحد يدعى كرم. أبو ذراع، اسمه الحقيقي رامز الأسود وعمره اليوم 46 سنة، متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني تدعى رزان حيدر، وقد أنجبت له ابنة تدعى جوليا وابن يدعى جود، وتعيش عائلته في كندا.
اسمه الحقيقي فايز قزق وعمره اليوم 63 سنة، وهو متزوج ولكنه لم يتعرف على من هي زوجته، فلم يتم التصريح حول أي معلومة عنها سوى اسمها فهي تدعى رما. فريال اسمه الحقيقي وفاء موصلي وعمره اليوم 63 سنة، تزوجت خلال فترة من حياتها من الممثل جمال سليمان واستمر زواجهما 7 سنوات قبل انفصالهم، ومن ثم تزوجت طبيب نسائي يدعى سامر ولديها ابنة وحيدة وهي نايا. أبو قعود اسمه الحقيقي وعمره اليوم 46 سنة، زوجته هي مديح الحمداني ولديهما ابن اسمه فارس. بشير اسمه الحقيقي أسامة حلال، عمره اليوم 43 سنة، وهو متزوج من الفنان المصري ريم خطاب. جميلة اسمه الحقيقي تاج حيدر وعمرها اليوم 33 سنة، تزوجت في سن 18 ولم يستمر هذا الزواج طويلا وانتهى بالطلاق. شهيرة أم بشير اسمه الحقيقي سحر فوزي عمرها اليوم 60 سنة، وهي متزوجة ولم يعرف بعد من هو زوجها ولا يوجد أي تفاصيل عن هويته الحقيقية، إلا أن المعروف أن لها ابنتين واسم ابنتها رما الراشد ولا يعرف اسم ابنتها الثانية. هدى اسمها الحقيقي رشاد تقي وعمرها اليوم 37 سنة، ويعتبر عامر مجذوب هو زوج رشاد تقي. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على خير الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو.